وصلنا مطار المملكة الأردنية الهاشمية ومطار عمان، وسعيدة جدا جدا باستقبال الناس لينا، وقد ايه البرنامج ليه مشاهدة في الأردن. سعيدة جدا جدا جدا. لسه هنشوف في فلسطين كمان في ايه. مطار جميل جدا ومنظم جدا وناس لطيفة جدا جدا جدا. بداية طيبة، وإن شاء الله بإذن الله ادعوا لنا ان تكون رحلة موفقة آمنة، ونخلي كل الفلسطينيين يرفعوا علم مصر ويقولوا تحيا مصر، زي ما احنا بنقول ستظل فلسطين باقية، وهي فلسطين بس مش اي بلد تانية ولا اسم تاني. يلا نبدأ رحلتنا. هنمشي دلوقتي من الأردن على رام الله، تابعونا. جميل جدا، لان الترحاب غير طبيعي لدرجه ان المطار طلعونا من غير ولا يفتشوا الشنط ولا يحطوها في الجهاز. ما رضيوش ان احنا نقف ابدا، ولا منسقين مع حد هنا، ولا مع السفاره، ولا مع اي حد. ما رضيوش حتى نقف في طابور الجوازات. معامله غير طبيعيه. من مطار الاردن لمعبر الملك حسين كان حوالي نص ساعه. خلصنا إجراءاتنا بسرعة ووصلنا الجسر الإسرائيلي اللي بيدخلنا على الأراضي الفلسطينية. لقينا أمم من البشر زي ما انتوا شايفين بتتعامل أسوأ معاملة. طوابير طويلة جدا، معظمهم فلسطينيين بيستأذنوا قبل دخولهم بلدهم. وقفنا أكتر من 4 ساعات زي ما انتوا شايفين مستنيين دورنا عشان ندخل. تعرضنا لتفتيش قاسي جدا. زي ما احنا شايفين بعد ما بتعدي وبتدخل جوه، بعد ما بتتفتش بتقف على الشباك قدام الموظف الاسرائيلي يقول لك جاي ليه وجيت ازاي. وقفنا قدام الشباك ده اكتر من ساعتين. قالوا لنا الوثيقه الفلسطينيه اللي انتوا دخلتوا بيها دي ما تنفعش، احنا عايزين الاصليه. قلنا لهم احنا السلطه الفلسطينيه بعت لنا الوثيقه على الايميل، هنجيب الاصل منين؟ وقفونا اكتر من ساعتين ووهمونا ان السلطه الفلسطينيه ما اهتمتش بينا، وان هم هيحاولوا يقفوا جنبنا ويطلعوا لنا الوثيقه الاصليه. بعد ما وصلنا رام الله اكتشفنا من السلطه الفلسطينيه ان هم بعتن لهم الوثيقه على المعبر، وان هم ما كانوش عايزين يطلعوها بسهوله عشان يبينوا لنا ان احنا مش مرحب بينا. زي ما انتوا شايفين كده الناس قاعده على الكراسي ملطوعه. كان معانا واحد بيتكلم عبري، أحمد جمعة. بعد ما ست شافت باسبورات المصرية قالت بالعبري اركنهم شوية، وابتدت يبقى في مشادة كلامية بين أحمد والست أو العسكري الست، وسألها ليه نتركن شوية. ما ردتش عليه وتجاهلته ومشيت. قالوا شعر أحمر اللي عدت قدام الشاشة دي. فضلنا واقفين كتير جدا جدا جدا، وتعرضنا مش هقول للإهانة عشان ما بقاش كذابة، لأن عمرنا ما هنقبل الإهانة، ولكن بيزهقك ويقرفك عشان ما تفكرش تيجي فلسطين تاني، ويقول لك دي أرضنا ما تهوبش ناحيتها. يمكن الابتسامة اللي كانت على وشي في الأردن راحت، لأن كتير قوي بنتكلم عن الاحتلال، وكتير قوي بنتكلم عن الدولة الفلسطينية المحتلة. بنتكلم عن يعني ايه يبقى حد بيتحكم فيك، بنتكلم عن العنف، بنتكلم لكن ما شفناهوش، ما عشناهوش. يعني فكرة ان كانت جزء من بلدنا محتل. بنسمع سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم، ونقعد نهلل وبتاع ومش عارفين يعني ايه حتة ارض ترجع. لا، النهاردة انا خدت درس واكتشفت ان فكرة ان ارض ترجع دي غالية جدا. اي حد اشترك في 73
احنا بنشوفهم في عيد 6 اكتوبر وهم طالعين على كراسي وعلى مش عارف بياخدوا نياشين ويبقى اللي هممنا ان احنا واخدين اجازه من المدرسه ومن الجامعه ومن الشغل يوم 6 اكتوبر. لا احنا وحشين والله، احنا وحشين. الناس دي ضحت بنفسها عشاننا جامد جدا، الناس دي رجعت لنا روحنا، رجعت لنا كرامتنا، رجعت لنا عزتنا. الشطات اللي يمكن هنشوفها في المعابر اللي هي مش باينه قوي طبعا لانها بموبايل، الذل والمعامله حاجه صعبه قوي، حاجه صعبه قوي انك تستأذن قبل ما تدخل بلدك، تقف طوابير عشان تدخل بلدك، مليون ورقه ومليون مش عارف ايه عشان تدخل بلدك. انا اذا كان انا غيرت كواحده عربيه ان انا عشان ادخل بلد عربي زي يحصل كل ده، ان انا يبقى ست محجبه فلسطينيه واقفه بتاخد اذن من واحد اسرائيلي. احنا مرينا برحله مش لطيفه من الاردن للمعبر، واحنا دلوقتي في دوله فلسطين الإدارة العامة للمعابر والحدود، وصلنا رام الله. وأنا مصممة إن إحنا ندخل المسجد الأقصى ونصلي في المسجد الأقصى، واخدين معانا أعلام مصر، وهنشوف إذا كانوا هيدخلونا بأعلام فلسطين ولا لأ. ولكن احنا قناعة شخصية، احنا فلسطين وكل دي فلسطين، اذا كان القدس ولا غزة ولا رام الله، احنا فلسطين. و بس انا احبطت النهاردة لان انا حسيت ان حلم التحرير ده صعب وبعيد. يمكن لما شفت الفلسطينيين بيتعاملوا ازاي، يمكن لما شفت المعاناة حسيت ان في زي ما تقول المقاومه قلت او مش عارف او استسلام. احنا وقفنا خدنا اذن. احنا كمان دلوقتي متلخبطه جدا، مش عارفه يعني مش عارفه ايه الصح وايه الغلط، ومش عارفه هل انا كنت المفروض اقول لهم انا مش هستاذن قبل ما ادخل فلسطين؟ انا ما كنتش هدخل. انا نفسي نترجم موضوع تحرير فلسطين ده يعني لحاجات بجد، يعني مجلس الأمن هيعترف بدولة فلسطين. ده كنا وقت احنا مصممين احنا موجودين فيه على الأرض دي عشان نرفع علم فلسطين في كل شبر هنا. تعالوا معانا نشوف هنكتشف ايه دي. رايحين رام الله، وزي ما سمعنا ان السلطة الفلسطينية بتدير جوه ريحة وجوه رام الله، ولكن الشوارع اللي بينهم دي تحت السيطرة الإسرائيلية. زي ما احنا شايفين كل اليوفط مكتوبة بالعربي، مكتوب تحتها بالعبري. ما انتش عارف هي ايه يعني، حتى اليافطة اللي جاية دي لو تهدي عندها كده. هشمروني هتوف، يعني ايه؟ اسم مستعمرة اسرائيلي. يقولوا الاسرائيليين يعيشوا في الجبال عشان عندهم معتقد ديني انهم ما يعيشوش في الوديان، احسن انهم يعيشوا في الجبال. فكل حته فلسطين عايشين فيها في الوادي، فوقيها جبل مستوطنه اسرائيليه زي ما احنا شايفين كده. هاشم روتي هتوف، دي مستعمره فوق.
ما كنت ما يعني عندي حالة قرف وغثيان، و بنشوف الأفلام والمسلسلات بس لما نيجي نشوف في الواقع صعب. تنفع تتكلم معنا؟ ينفع ناخد منك حديث؟ قولي انت انا حاسه كده ان انا متلخبطه. انت مش متلخبط وانت نص الشوارع تحت السيطره الفلسطينيه وبره الاسرائيليه، واليوفط نصها بالعربي ونصها بالاسرائيلي؟ انت كفلسطيني يعني حاسس بايه؟ احنا ما فيش مجال، احنا تعودنا على هالكلام، يعني ما اتعودنا على هالكلام، ما فيش مجال. تعودتوا على العيشه دي خلاص؟ اه خلاص، مش طبيعي، تعودنا على هالكلام، ما فيش مجال. معاملة عاملة ازاي؟ معاملة عادي ولا زي ما بتطلع في الافلام كده عنف لا ما عنف ما مش دايما لما يكون دايما. في مشاكل لا ما يكون في مشاكل لكن حصل ان الناس يعني قبلت بالموقف كم مرة؟ يعني قبلت، يعني قبلتوا العيشة خلاص؟ ما فيش حل تاني، مفيش حل تاني، ما في حل تاني. يعني انا بجوز عمري 32 سنة ما دخلتش القدس بالمرة. ممنوع تدخل القدس؟ الا بتصريح، الا بتصريح، انا ما دخلتهاش غير مره ولا مرتين وانا صغير كمان. هاي علي ودميم اكبر مستعمره بالضفه الغربيه. مستعمره اسرائيليه؟ احسن هيك، مستعمره من هون تشبك مع القدس. الصبح متهيئ تبان اكثر. اه بالنهار هلا بتبين عن الجبل من هون. بعد الجبل هاد هي اكبر مستعمره في الضفه الغربيه، من الجبل من هون بتشبك مع القدس. لا شك ان فكره ان العالم يترفع دي حاجه كويسه، انا مبسوطه ان انا ماشيه في شوارع فلسطين وبعاتب نفسي ان انا اتاخرت قوي في ان انا اجي هنا، بس انا ما كنتش عارفه اجي اعمل ايه. يعني انا خفت الواقع يبقى وحش قوي فما اعرفش اقوله. طبعا احنا هنا مش في غزة، مش في المكان اللي بيحصل فيه القصف لما يبقى فيه قصف، لكن هنروح بيوت الفلسطينيين والناس اللي بتعاني من الاحتلال ونشوف هيقولوا لنا ايه. فكرة ان العالم مرفوع دي فكرة ايجابية جدا، لكن عايزه اقول لكم العالم مرفوع هنا والمستعمره الاسرائيليه زي ما قلت الناحيه التانيه اهي. اسمها ايه؟ ابن قيل. وما ينفعش حد من الفلسطينيين يقرب ناحيه المستعمرات دي. ادوهم الحق انهم يرفعوا العلم، ادوهم الحق انهم يشتغلوا، ولكن تحت سيادتهم وتحت سلطتهم. عايزين ترفعوا العلم ارفعوه في الاماكن المخصصه ليكم، عايزين تمشوا عايزين تروحوا عايزين تيجوا، لكن ما حدش هيطلع ولا هيدخل ولا هيروح ولا هيجي ولا هيعمل غير باذننا. تخيلوا ان احنا نحلم مع بعض ان العالم ده يبقى في كل شبر هنا وخصوصا في القدس. انا ابتديت احس يعني هم لو عليهم هيسيبوا الفلسطينيين عايشين هنا، هم بيقولوا بس المتدينين بيعيشوا في الجبال، لكن واضح ان الغرض هو القدس وطبعا في تل ابيب. هل الناس اللي قاعده هنا تعايشت
يعني خلاص رضيوا بالواقع؟ هل الهدوء اللي انا شايفاه ده خلاص ان هما عايشين مع بعض؟ هو ده السؤال لازم اساله واساله بجرأة. هل الشعب الفلسطيني استسلم وتعايش مع الشعب الاسرائيلي عشان راح ارواح كتير قوي؟ الناس اللي عايشين في رام الله هنا، هل الناس دي استسلمت ولا اكتفوا بان يبقى عندهم اماكنهم؟ اللي يقال انها تحت إدارة السلطة الفلسطينية، بس أنا فكرة إني دخلت بإذن الإسرائيليين أو قدمت الوثيقة بتاعت السلطة الفلسطينية للإسرائيليين، فهي سلطة بلا سلطة. رئيس أبو مازن فوق راسي من فوق، ولكن هي سلطة بلا سلطة ودولة بلا دولة. هل هناك دولة ملهاش عملة؟ اديني العملة بتاعتهم كده. الشكل باينة ولا اقربها لك؟ بنك الحظ، فاكرين الكروت والفلوس بتاع بنك الحظ؟ الشكل دي عملة اسرائيلي اللي بنتعامل بيها في رام الله. هل هناك دولة بدون عملة؟ يعني بدون اقتصاد؟ هل احنا مبسوطين احنا نضحك على بعض ونقول المكان ده تبع السلطة الفلسطينية والمكان ده تبع السلطة الفلسطينية؟ لا، مفيش حاجة تبع السلطة الفلسطينية. في اماكن عايشين فيها الفلسطينيين، لكن الدخول والخروج منها حواليها عشان تروح مثلا من بيت لحم لرام الله في كماين إسرائيلية، من أريحة لرام الله برضو كماين. يعني بين المدن أو المحافظات دي برضو سلطة إسرائيلية، الفلسطينيين بيتعاملوا بعملة إسرائيلي. احنا مش في تل أبيب، احنا مش في القدس، احنا في رام الله نتعامل بهذه العملة. ولكن ما زال علم فلسطين مرفوع. هل مرفوع بجد ولا مش بجد؟ جينا دلوقتي جنينة أطفال في فلسطين، نفسي أعرف الطفل الفلسطيني ده بيفكر إزاي، باصص للحكاية إزاي. عارف إن في احتلال، فكرة إن هنا إسرائيليين وهنا فلسطينيين، هو بيتعامل إزاي كده؟ بيعمل إيه؟ مساء الخير. مساء الخير. وحياتك ايه؟ جنسيتك ايه؟ فلسطين. فلسطين. وعايش هنا من قد ايه؟ من يوم ما ولدت. من يوم ما اتولد. فكرة ان هنا فلسطينيين وبعدين هنا مستعمرة اسرائيلية وبعدين بين المحافظات، يعني بين اريحة مثلا ورام الله كماين اسرائيلي وكده، انت احساسك ايه دلوقتي؟ انك تعايشت؟ مش تعايشنا احنا هيك غصب عنا، يعني مش بخاطرنا، يعني احنا في ايدنا نسوي شيء، لا تسوي شيء، في امر واقع قصدي رضيتوا بيه؟ مفروض علينا، مش احنا راضيين فيه. مش حاجه تعمل قصدك؟ مفيش شيء، مش احنا نقدر نسوي شيء.
شخص. بتقول لبنتك ايه؟ بتسألك دول مين؟ دول ايه؟ نعرف انه هدول يهود، هدول اخذوا دارنا، اخذوا بلادنا، اخذوا ارضنا، اخذوا كل شيء. كل شيء. بقول لك انت اسمك ايه؟ مرجانه. مرجانه؟ الله، اسم حلو جدا. عمري ما شفت حد اسمه مرجانه. قولي لي يا مرجانه، انت لما بتشوفي بوليس في الشارع اسرائيلي او كده، انت عارفه مين دول؟ مين دول؟ شرطه. ايه؟ شرطه. شرطه. طيب انت بتحبي الاسرائيليين؟ اه. ها؟ قولي لي انت بتعرفي مين اسرائيلي ومين فلسطيني وكده؟ بتعرفي مين اليهود ومين العرب؟ مين اليهود ومين العرب؟ تعرفي؟ طيب اليهود دول مين؟ مناح اليهود ولا مش مناح؟ مش مناح. مش مناح. طيب الأرض دي بتاعت مين؟ الأرض اليهود ولا العرب؟ العرب. الأرض للعرب واليهود للعرب. طيب أنت عارفة العلم ده علم إيه؟ شو هذا العلم؟ فلسطين. فلسطين دي بلدك صح؟ طب قولي لي انت نفسك الارض دي تبقى بتاعه العرب ولا مبسوطه خلاص؟ بتخافي من اليهود؟ مفيش متهيالي عندهم الرعب زي الناس اللي عايشه في غزه مثلا، او طفتش لانه ما شافوش زي ما شافوا، شافوش قصف وكده صح؟ لا لا. يعني نقدر نقول ايه مثلا؟ ان في مقاومه داخليه، لكن انتوا في واقع اكبر منكم؟ طبعا في غزه مش زي هون، في غزه في عندهم كل الموارد، احنا مش عندنا شيء. احنا قطعوا علينا الرواتب ما عرفناش نسوي شيء. ايه الفرق بين هنا وغزه؟ غزه مفتوح عليها كل شيء، يعني بيقدر يعني في عندهم سلاح. من الحدود يعني قصدك؟ طبعا بيقدروا يهربوا عليهم من الحدود كل شيء، احنا هون لا مسكر علينا كل شيء، احنا هون من رام الله لنابلس مش قادرين نوصل. في غزه ايه غير مصر؟ مفيش غير مصر، البحر، مصر. مصر بس. يعني السلاح والحاجات دي ممكن انا هون فيش شيء، لكن هنا محوطينكم من كل حاجه، ما تقدرش تسوي شيء. عشان كده الحدود المصريه مهمه. اكيد اكيد. طب قول لي، يعني نقدر نقول ان الهدوء ده انت ولا داخل لك سلاح ولا هتقدر تقاوم ولا هدوء؟ مفروض ما نقدرش نسوي شيء، يعني احنا سوينا شيء بيوم وليله بيحتلوا رام الله كلياتها. يخش لكم جوا بقى. بالظبط، راح يحتلوا كل رام الله، مش احنا نقدر نسوي شيء، فيش عندنا شيء نسوي، فيش غير هالحجر. والحجر سمعت اللي بيرمي حجر بياخد 10 سنين. اكيد. اشكرك وان شاء الله نتقابل قريب والوضع غير. زي ما انا قلت، هو مش تعايش، هو واقع. انت مثلا في غزه في حدود بتدخل لك منها حاجات اللي هي بقى كتم الانفاق والحاجات دي وبتاع، لكن هنا متحوطين من كل حته، فهم بالنسبه لهم ان هم عايشين مع بعض كده جوه المدينه او المحافظه، ده بالنسبه لهم هايل ان ما فيش اسرائيليين جوه معاهم، حواليهم لكن مش جوه معاهم. هنا الناس او الولاد مش شايلين قوي، لان ما حصلش القصف في الحرب، هم في الاخر عايشين في بلد لوحدهم، لكن اهلهم بيقولوا لهم اليهود والعرب والارض دي بتاعت العرب واخدوا ديارنا. يعني وانت عايش في رام الله هنا مبسوط؟ اه. مش خايف من حاجه؟ طب والناس اللي خدوا ديارك، خدوا ارضك؟ بقصر محزون. ايه؟ عاد بخافش منهم. تخافش منهم، لكن مش زعلان منهم انهم خدوا ارضك؟ زعلان. اذا اخذوا زعلان. مش عارف تعمل ايه صح؟ صح. وانتوا عايشين في رام الله كده مع بعض،
مستقرين يعني مرتاحين؟ والله احنا مش عايشين برام الله، احنا هو نفسنا هون. شايفين؟ هو يعني كفر عقب. ومرتاحين؟ الوضع فلسطين يعني مرتاحين فيه؟ المرة لا. ليه بقى؟ لانه كمان شو اسمه اهل غزة بنتضايق عليهم كتير، فيش لا اكل ولا اشي، اخذوا ارضنا وزعلنا كتير عليهم. اللقمة الوحدة بكونوا بدهم اياها المعفنة، اما احنا الرز الخربون مثلا من فين في غزة؟ غزة. عشان هيك دائما نحسب حساب لكل شيء، وزي ما بتقولي هاي في مواجهات مثلا اليوم ما يطلع على قلنديا تشوف غزة صح؟ وقلنديا هون على المعبر نفس الاشي في مواجهات؟ وصابات كتير زي ما بتعرفي. انت نفسك ان الارض دي ترجع يعني ليكو؟ والله. طب وفكرة ان انتوا عايشين هنا ومفيش اسرائيليين جوه هنا مش مبسوط؟ يعني لو هو بس برا كده؟ لا، ما هو نفس الاشي كل واحد، ما هو يعني اذا انا نطلع لسه عشان تدخل او تخرج تستأذن قصدك انت برضو؟ معبر رفح مثلا مسكر له شهرين معبر رفح، اما انه هون الحمد لله احنا بنطلع وبندخل. بتدخل وتطلع باذن اليهود برضو؟ ما هو بيعجبوا علينا تفتيش مش تفتيش تفتيش جامد. زي ما انا قلت لكم بالظبط، هم مش حاسين انها ارضهم، اعلامهم مرفوعه وعايشين مع بعض بس مش حاسين انها ارضهم، لان هم بيطلعوا يدخلوا باذن اليهود، وبالنسبه لهم غزه هي الناس التعبانه قوي اللي بتقاوم عشان بيدخلها سلاح من الحدود اللي في نفس الوقت اثر على امن مصر جدا. موطني الجنة.